مرحبا بكم في إيسي جديد. كما شفتوا في العنوان باش نحكيو اليوم على داسيا سانديرو ستيب واي. باش نحكيو على داسيا سبيسيالمون، احنا اخر حاجة اللي جربناها هي ستيل داسيا دوكير. هذولي لازم نركز شوية مع داسيا الأيامات هذوما، خاطر في السيتواسيون ايكونوميك مونديال عندها دور. باش نحكيو شوية على التاريخ. وأول ما رونو بدأت تحكي على داسيا، برشا ماركات قلوا احنا كأنهم ضحكوا عليها شوية، معناها بارابور لابارتي لو كوست وبارابور للان اس بي اللي هو كرهبة ما تسويش برشا فلوس ويشريوها العباد. وهذه الحكايه كان تعم ابابري اخر التسعينات اول 2000، ووقتها رونو عملت ان باغي، ولا نقولوا احنا مش قمرت من القمار بالقمار السنس النيجاتيف، مي عملت راهنت على داسيا. وقتها قبل بشويه زاد فولكسفاجن راهنت على سكودا في الموضوع هذا. وتويك نشوفوا اللي هو هذوما ثمار الرهان هذا اللي عملته رونو، واللي هي ولات الجروب رونو نيسان بعد، وتوا ريسامون دخل بزاف الدنيا. بون مش موضوعنا، مي الرهان هذا انا نقول اللي رونو ربحته في الابسولو، وربحته حتى في الوضع الراهن. علاش؟ على خاطر في وقت من الاوقات الماركات كلهم في العشرين سنه الاخرانيين جراو لهم برشا تقلبات وبرشا مشاكل، نقولوا احنا اللي هما في العالم زاد جراو برشا مشاكل ايكونوميك وكل اقتصاديه. الشجره اللي هو العباد مشاو اكثر فاكثر للكراهب اللي ارخص، الكراهب اللي هما يسموهم اللو كوست. كي بديت من الاول بكل انا بيرسونيلمون، معناها ما تعرفوا اللي معناها احنا عندنا برشا اطلاع على الكراهب وكل. وقت اللي بديت داسيا الاولانيه، داسيا سانديرو الاولانيه ولا لوغان، كانت خايبه، معناها خايبه معناها خايبه، مش معناها مش مزيانه. وما نعرفش بعد ما مضوني من الاول، قلت انا ليه مخيبه الكهرباء هذه ومخيبه من الكهرباء هذوما. ووقتها العالم كان في منطلق اخر، وكان نقولوا احنا منطلق البذخ، والكهرباء ماشيين يزينوا وهي خايبه على الاخر وقتها وكل. ومن بعد كنشوفوا اللي في الحقيقه الاكسبيريونس نتاع الكونستركتور كي تتحط في كي يركز ويعمل ثنيه يونيك روحه، يلقى اللي هو في الاخر بالكل يجني ثمار نقولوا احنا التعب والساكريفيس، معناها التضحيات اللي يعملهم. وهنا نشوفوا اللي هو بالحق لابوتيسمون نتاع اللو كوست، وكيفاش نجم تعمل دي سوليسيون باشير، معناها مش غاليين، فرد وقت تصنع بيهم حاجه اللي هي انتريسونت على الاخر. علاش المقدمه هذه الكل؟ على خاطر احنا نعرفوا اللي هو داسيا سي لا مارك لو كوست نتاع الجروب رونو نيسان. وانا نقول اللي هو داسيا بدلت وجه اللو كوست بالنسبه للعالم. اللو كوست مش ديما يزمو يكون ماهوش معمول بالكدا، مش ديما يزمو يكون لي ماتيريو خايبين، مي يزمك تعرف وين تعمل ليزيكونومي نتاع الفلوس. وهذا نوريكم في برشا بلايس كيفاش يتعاملوا ليزيكونومي نتاع الفلوس بكل ذكاء. وهذا شنو باش نشوفوا اليوم مع بعضنا في داسيا سانديرو ستيب واي. باش نعمل طلعه ديجا هنا على لو ستيل جلوبال، هنا لو ستيل جلوبال. علاش خلينا كعملت لكم الانترو، علاش وريته لكم هكا تراكار افون؟ هنا نحس اللي هو سي ان بتيت اس يو في ولا كروس اوفر صغيرون،
كروسوفر صغيرون. دونك عندك ديز الارجيسور ديل اصلا هنا تشوفوا هنا وهنا، وعندك هنا الكلفازه نتاع لي بارودور هذيك، حتى نشوفوها شنو هذيك، واللي هي اوفون سي ان ستيكر، سي با فري كو سي سي ان اليمون ان بلاستيك، اللي هو تري اتونسيون هنا، يفو فير تري اتونسيون، خاطر هنا طرنا نحكيوا شويه اللي هو المطلوب في المنظر هو اكل لك حل. برشا ماركات يعملوا انانسير بلاستيك ويركب ركبان وفيه ديزاغراف وفيه فلوس وفيه كل شيء، هنا سي ان ستيكر لصق. معناها هنا اوفون انت شنو اللي لعينك تحب تلوج تلوج عليه، احنا اعطيناهولك من غير لا يتكلف برشا فلوس. هنا نشوفوا اللي هي فيها دي جونتالياج في المنظر، مي تنحكيو شنو عملوا هنا. مهمه ياسر عملتها سيتروين ديجا زاد، اما هنا سي بوكو بلوز ابوتي، وهنا ما تنجمش تشلق بها اللي هي جونت، اللي هي جونت طوله في الحقيقه، هذوك اللي ترا فيهم اون فيت اونجليفيريت مهم جونتالياج، وراهم جونت طوله، مي لونجليفيريت تلمو معمولين بالكدا، والجونت الطوله مفصله على لونجليفيريت اللي هو ما تنجمش تعرف اللي هو اون فيت ماهمش جونتالياج، دونك تولي عندك المنظر نتاع جونتالياج، مي ما ثماش جونتالياج. من بعد عندك هنا لي زاسبي كرومي اللي هما في القدامي، تشوفوا كيفاش الكروم ولي زيليمون والكل، الكل اون بلاستيك والكل سي دو كروماج على البلاستيك، ما ثماش حتى اليمون ميتاليك من قدام. الكالندر كرومي، الكالندر سامحني اون بلاستيك، اللوغو كبير وداسيا، دونك الكهرباء فخوره بروحها شنية. هنا عملوا لك دي فورم على الكابوت اللي هما في الحقيقه حتى او نيفو بروسيس ما يزيدوش في التكلفه برشا، مي يعطيوك لاسبي تشوفوا كيفاش اجريسيف من قدام وكاني بويسونت وكل. مع العلم اللي هو داسيا سانديرو ستيب واي الماكسيموم تاع البويسونس دو موان في فرنسا هي 100 شوفو اللي هي بالجي بي ال بالغاز، ولا اون فيرسيون اسونس ستاندار 90 شوفو، اللي 92 شوفو بالحقيقه هي بالضبط 92 شوفو. نرجع هنا لك الستيكر اللي حكيت لكم عليه، اون فيت هنا ما ثم حد شيء، تشوفوا كيفاش، نشوفوا زاده كيفاش عملوا لنا دي روتروفيزور بيتون، مي رد بالك هنا بور دي كو دو فابريكاسيون ما فيهمش رابيل دو كلينوتون، اما انت ما تشلقش خاطر هما بيتون ديجا، دونك هو عطاك ان اسبي كاليتاتيف معين اللي هو ال بلي للعين، العين يعجب في العين. ومن بعد عندك رابيل دو كلينوتون كالعاده في الليله، معناها ارخص حاجه بوسيبل. بار كونتر هنا شوفوا ان ديتاي اللي هو احنا حكينا عليه في الكليو، في الكليو 5 كاريمون، وهنا معمول بالكدا كونتخيرمون ليزابارونس ولابارتونونس نتاع لو كوست نتاع الكهرباء هذه. نشوفوا هنا لي بواني عاديين ما فيهم حتى شيء، حتى لابارتي اللي هي باش تعمل لك الحلين سي ان بوتون ستاندار، ماهوش كي باغزومبل لي 3 تخي ولا حاجه اللي انتجري في وسط الكوبا، كي تحل كوبا عاديه ما فيهاش حتى شيء، ما فيهاش حتى شيء الكتريك. من بعد عندك هنا يجي ايش يعمل لك، يزيدك هنا اسم داسيا هونية بالعاني باش انت تحس روحك اللي كهرباء عندها اون ايدنتيتي، والضوء هذا ضوها هي مش ضوء ستاندار، وواحد معناها سدون ان اسبي كاليتاتيف للموضوع الكل. نشوفوا من بعد عندك من تالي لو ديزان، لو ديزاين بون هو اون فيت لو ديسان ولا لو ديزاين ولا التصوير نتاع الكهرباء تعمل بطريقه اللي هي تري زيبوري في العصر، في لي كود نتاع العصر اللي احنا فيه، اللي هو اون فيت فراغ كامل وفيه ضوات في الشيرتين في ليزكستريميتي وصغيرونين الضوات سوا ديزون، مالغري اللي هما في الحقيقه كبار ماهمش صغار، خاطر تشوفوهم هكا هنا هكا في اون 3 دي تراهم اللي كبار، مي هو كي تشوف انت من تالي في الديريكت فاسارير ترى اللي هما صغار، معناها في الحقيقه يوريك اللي هما، يحسك اللي هما زعما تكنولوجيك، وخاطر شنو نعرفوا احنا ضوات صغار معناها ليد، ضوات صغار معناها يلزمك دي كومبوزون صغيرونين فيهم مينياتوريزي، معناها يكلفوا اكثر فلوس، اور هنا كلها في الالوجين. وهكاك اش عملوا اون فيت هو ديسان ريوسي من تالي، جاو اش عملوا هنا اون بلوس باش ينحيوا لاسبي ماسيف التيلاني، جاو عملوا هيك الحاجه هذيك الفورمه هذيك اللي هي لا هي بيكي لا هي حتى شيء، ما فيها حتى سينيفيكاسيون، مي كسروا بها الديزاين نتاع لاسبي ماسيف نتاع البارتي هذيك. من بعديك عندك في البارتي اللوطانيه جاو اش عملوا لنا هنا لي زكستراكتور دير، اما هو بلاستيك وما في حتى فورمه بريسك، الواش باش يتكلف مينيموم تاع بلاستيك، دونك هنا لا ميتريز نتاع الكو وفرض وقت عندك لاسبي اللي هو باهي.
من بعد تراو اللي باريكزومبل الكوفر ما فيهش يد، ما فيهش كوبه، ما فيه حتى ما فيه حتى اكسسوار زايد. دونك هنا الكل في الكل يلصقوا اللوغو ويلصقوا سانديرو وتوفى الحكايه. وفات الحكايه غاديكا مي انت باش تحل الكوفر وفات تدخل يدك هونيه وثم ان بوتون كيما هكا تحل به الكوفر. وعملوا اكل حلة هذيك اللي هي الحقيقه ساعات انا معناها نتوحشها معناها في كراهب اخرين هاك تشوفوا الكلينيتون كيفاش اونليد اللي انا ساعات قلت لكم نتوحشها في كراهب اخرين اللي ساعات ما ثمنش اليد هذيك معناها مودونيه انت ما تلقاش حتى كيف تشد الكوفر معناها في كراهب اخرين شفناها ريسامون حتى اللي في الكليو ديجا حتى لو بوزيسيون تاع البوتون في الكليو معموله في الباراشوك نقولوا احنا في النيفو هذايا وين ثم النوامر نتاع البلاكه وفرض وقت الكوفر الفوق دونك انت تنزل في بلاصه او تحل في بلاصه اللي هو ديجا ديزاغريابل على الاخر. ومن بعديك عندك حاجه اخرى دونك هنا تشوفوا لي زونتي برويار في لي بي اللي فيهم زونتي برويار ريغلومونتير ومعاه الكاتاديوبتر اللي هو عكس الاضواء معناها في كيفاش عاملينهم هنا نشوفوا هنا كيفاش اون فيت داخلين لداخل بور لي بروتيجي من لي شوك وكل هنا سي اون فيرسيون فيها رادار اللي احنا فيها هنا مي كوميم تشوفوا كيفاش قداش شغل هنا البيسر قداش تشوفوا هنا بريسك معناها ثم سنتي ونص في الداخل لداخل باش مينيموم نتاع الشوك للواحد للكاتا ديوبتر ومعاهم لي زونتي برويار. ومن بعد نشوفوا هنا زاد كيفاش عملوا لنا اون فورم كيفاش التيلاني كانه ماسيف هنا تحس اللي ثم كاني اون امبرسيون دو بويسونس وكاني زاد 4 فوا 4 صغيره وتحس كاريمون اللي انت تنجم تدخل تفلح بها في الحاجات وتدخل تعفس بها في الطبيعي ونورمال معناها وما تخافش معناها كانه فهمت هنا شنو المنطلق هو شنو هو اون فيت هي كهرباء ريزيستونت خاطر لازمنا نشوفوا نعرفوا الكايد شارج كايد شارج نتاع داسيا اون جينيرال وشفناه سورتو في الاس يو في نتاعهم اللي هو الدستر الكايد شارج هو كهرباء ما تكلفش برشا فلوس تشد في الوقت لي موتوريزاسيون في قد نقولوا احنا الموين اللي لازمه لا اكثر لا اقل وفرض وقت دي مونت بلوماتيك ديما كبار اون جينيرال اللي هما يضمنوا لك الكهرباء تكون عاليه امبليسيتمون كلك سوا شنو علوها وفرض وقت زاد لي مونت بلوماتيك الكبار فيهم ان كونفور. وعندك حاجه ثالثه هي زاده حتى في التعفيس نقولوا احنا في الحفر وفي البلايص اللي هما ماهمش مرجلين في السواني وكل ما عندك حتى مشكل فهمت تتعدى طول دونك احنا باش نتعداو تويكا للبارتي انتيريور باش نكملوا نحكيو جوست باش نكملوا كلك بتي ديتاي هنا خاطر في الاكستيريور فيت ثم برشا حاجات اللي هما يفسروا لنا كيفاش باش نلقاو شنو باش نلقاو في الانتيريور هنا نشوفوا اللي احنا كل ما نقرب انا هي فيها اوفرتور كمان ليبر معناها بالكارتة هي الكهرباء هذه دونك كي تقرب انت تحل وحدها اوتوماتيكمون نشوفوا هنا زاد كيفاش عملوا هنا انسر بلاستيك وسيبوا داخل لا كسر مخه ما عرف بالنار لا حتى شيء معناها البلار كله في الباب والباب اون بلوس لافونتاج مع الحكايه هذه هو كي تحل الباب عندك الماكسيموم نتاع اوفرتور تشوفوا هنا كيفاش هكاك كيفاش مستويه هذيك هكاك هكاك وكي تحل انت الباب هنا تلقى اللي هو الماكسيموم نتاع اوفرتور باش نجم تو اكسيد لوسط الكهرباء تاع نحكيو عليها في الانتيريور. لو ديتاي الاخرين اللي نحب نحكي لكم عليه هو لي بار دو توا هنا عاملين فيها دي بار دو توا اللي هما تراوهم معناها كاينهم دي اكسسوار نتاع كهرباء زعما فازات وهم ما يصلح لحد شيء ستوب ماهوش صحيح هنا عملوا كيفاش هذايا علاش نحكي لكم انا هو الماتوريتي نتاع الخدمه اللوكوست هنا ساهل برشا اون فيت هما عاملين دي بار دو توا اللي هما باش يظهروا الكهرباء اللي هي زعما كروس اوفر صغير وبارودور وكذا وتدخل وتفلح وكل مي فرد وقت هذا عندهم ان اسبي اوتيل ولا اوتيليتير اللي هو باش يكون تجي هنا دونك تشد الاكسسوار هذايا تحل كيما هكا ثم هنا فيسا نرتوها هذه تحل الفيسا هذيك تحلها من الشريحه الاخرى زاده في البار دو توا دونك غاديكا وتحلها تحل اربع كعبات ومن بعديك ترد لي بار هذوما بالعرض هكا تك تك يوليو دي بار دو توا بالحق على خاطر احنا نعرفوا اللي هو باش نجم تهز فوق السقف دي شارج يلزمك عندك لي بار دو توا في ديسبوزيسيون هذيا وهذيا وصاف كو انت باش نجم تركب دي بار دو توا وكل كان جات عندك ديجا هذه بركه ديريكت تولي لي بار دو توا يركبوا فوقها هي بيدها وتولي الحكايه بلو كونترينيونت لهم هما بالحقيقه خاطر لازم نعملوهم ريزيستون هذوما اور هما شعملوا عملوا هذوما بيدهم هما اللي يتقلبوا في السونس الاخر يوليو دي بار دو توا ووقتها تنجم تخدم على ريزيستونس نتاعهم هما ديريكتومون معناها على فليكسيون في عود دي ريزيستونس في لاكروش هذيك اللي باش تجرى هكا وهكا في كل بارتي
ونحب نقول لكم اللي هو بالحق معناه سي 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 تري ريوسي في لو كوست سي تري ريوسي. وخلينا نحكيوا في الانتيريور على خاطر في الانتيريور ثم حاجات اخرين حلوين برشا، وباش نحكيوا على فن اللو كوست في داسيا سانديرو وبالنسبه لداسيا اون جينيرال. اي نتقابلوا في الانتيريور اللي هي الفيديو الثانيه، مع العلم اللي لي سي نتاعنا اللي سور 3 فيديو، دونك عندك الاكستيريور اللي هو انتم تفرجوا فيه، الانتيريور اللي هو فيديو واحده اخرى، ولا بارتي روت. Ou il faut pas s'abonner, il faut pas oublier de s'abonner. Faut pas s'abonner, bon, il faut s'abonner quand même. Il faut pas oublier de s'abonner. Les qui veut يشارك في القناة مرحبا بيه. و اكل الجرس نتاع التنبيه نتاع الفيديوهات الجدد. و الى اللقاء في الانتيريور.